نحن كتير سعيدين بانضمامك للعمل معنا يا ست كريمة، وخاصة أنه السيد عمران له أيادي بيضاء كتير، والفضل الأكبر باستمرارية هذا المكان بالعطاء. تسلم يا أستاذ مفيد، هذا من لطفك، وأنا مبسوطة كتير بأول يوم لإلي بالمدرسة، وخاصة أني رح أكون جنب ولادي. وهذا هو بالضبط اللي بدي حاكيكي فيه. خير؟ عمار ابن حضرتك كتير طالب متميز، ودائما بيفكر بالأشياء الغير تقليدية، وأكيد حضرتك والأسرة لاحظتوا بذور التمرد بشخصيته. أكيد. هلأ نحن كإدارة مدرسة قدرنا نخلق أسلوب جديد بالتعامل معه، مع أنه كتير عذبنا بالبداية، بس المهم هلأ عمار طالب أنه ما يكون بالدرس اللي حضرتك بتكوني موجودة فيه. أوف، ليش بقى؟ عم يقول له أسبابه، يمكن يكون محروج، يعني كيف آنسته وأمه بنفس الوقت. وحضرتك وافقت على طلبه؟ مفهوم. بابا أنا رايح دقيقة وراجع. إيه؟ لا تأخر يا عمي، الله يرضى عليك. لا لا دقيقة ما رح أتأخر أبدا. يلا بس على عيني.